احنا عندنا الجمع بتكوين العدد 10، تمام؟ اذا انتهت كلمة العدد، العددي، تمام؟ راح نبدي هنا جمع بتكوين عدد 10. هنا مثلا عندك، هنا عندنا عند سمير صفحة 104، عند سمير 6 مكعبات لونها احمر، وعند 4 مكعبات لونها أزرق، واثنين لونها أصفر. كم عدد المكعبات عند سمير؟ فهنا عندك حط إنه عنده 6 و2 و4، من يريد كم عدد؟ فمعناتها يريد جمع، ما قلنا الباقي. من قلنا كلمة الباقي معناتها الطرح. نجي هنا راح أشوف من الأعداد إذا جمعتها راح يكون عدد 10. فهنا عندي 6 و4، إذا جمعتها راح يكون عدد 10. شلون؟ حط 6 بقلبي وطلع 4 بأصابعي واحسب، ورا 6 شيجي 7 8 9 10. 10 عندي طلع، وعندي هنا 2 10 زائد 2 يطلع هنا 12. نجي هنا أجمع الأعداد، يطلع عندي هنا 12. هنا بالموضوع ما حن نركز عليه وايد، لأن راح يتشعب عندهم بالصف الثاني. مجرد هم يراجعون فكرة الجمع فقط. الأساسي بالنسبة للصف الأول يضبط طريقة الجمع المربعات، إذا طلعت 3 وسوى له مربعات شنو يكتب بيها، إذا انضاف خط الأعداد، طريقة الجمع الأساسية هاي مهمة بالنسبة للجمع. هنا عندك 7 زائد 6 زائد 3، من الأعداد تكون 10. عندك 7 و3 يكونون عدد 10، فهنا راح أحط 10، وهنا راح أحط 6، فيطلع عندي العدد 16. اعذروني على الكتابة، لأن لازم بإيدي المبادرة أصور وبدا سيطر على الكتابة، تمام؟ هسا نجي هنا بالنسبة لصفحة 105، هنا أريد أبدأ بالعدد الأكبر وأكمل. العدد الأكبر من هو عندي؟ هو عندي 9، فإذا أخبت 9 واحد من 2 فصارت هي صارت 10، وها فضلت هنا 1، فح يصير عندنا 10 زائد 1 صارت 11. هنا عندي أبدأ بعد الكبير حتى كون على 10. هنا عندي 7، راح أضيف لها جد حتى تصير 10، 3، راح يصير مجموع عندي 10. هنا عندي 7 و2 و3، عفوا يكون عدد 10 زائد 2 12. هنا 7 و3 يكونون عدد 10، وزائد 6 16، 9 زائد 1 يكون عدد 10 زائد 18، 6 زائد 4 يكون 10 زائد 18، 5 زائد 5 ويا 9 صارت 19. هاي بالنسبة الحل لصفحة 105. عندنا هنا 6 و4 10 زائد 6 16. هاي بالنسبة صفحة 104 و105. صفحة 106 و107 ما عدنا بيها شيء، أصلا هاي ترك خطط حتى المسألة. هنا صفحة عندنا المراجعة الفاصلة ذني أيضا ما مطالبة لأنه يحذف 107 108 109 حذف. هنا لأنه في أصل هاي الموضوع مو من ضمن مواضيعهم. 110 111. عندنا هنا نجي على الاختبار القبلي. فهنا عندنا 6 زائد 2 يساوي جيد 6 بقلبه 2 طلعها بأصابعي واحسب، وراها يجي ورا 6 7 8. 8 ناقص 2 هاي إشارة الطرح. الطرح هو بخيل، فراح يحط الصغير بقلبه ويباوع وين؟ يباوع على 8. احسب فوق 2 حتى يوصل 8، 3 4 5 6 7 8. إذن جد الناتج 6. 5 زائد 3 حط 5 بقلبي و3 بأصابعي واحسب، 2 والجمع كريم. أحسب ورا 5 يجي 6 7 8. عندي هنا 10 ناقص 6، 10 ناقص 6
العشرة ناقص ست عفوا ناقص أربعة طرح بخيل، فيحط الأربعة بقلبه ويحسب بصابي ويباوع على العشرة ويحسب فوق الأربعة حتى يوصل العشرة. خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، إذا نستخدم ست أصابع. هنا تسعة زاد اثنين جمع كريم، أحط التسعة بقلبه ويحسب فوقها اثنين، والتسعة شيجي عشرة إحدى عشرة. هنا يقول لك مثل لي على خط الأعداد خمسة زائد ستة إحدى عشرة، لأن ستة بقلبي وخمسة بأصابعي وأحسب سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر. يقول لك مثلها، هاي الستة قفزها خمس قفزات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أو قفزتها وصلت إحدى عشر، وهنا نكتب إحدى عشر. سبعة زائد ثمانية، ثمانية حطها بقلبي والسبعة بأصابعي وأحسب، ولا ثمانية شيجي تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر. إذا راح أحسب ثمانية وقفزها سبع قفزات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. يقول لك إذا كانت ثلاثة زائد أربعة يساوي سبعة، إذن فإن السبعة هاي حقائق المترابطة، سبعة ناقص أربعة جد يساوي ثلاثة، إنه طرح بخيل يحط الأربعة بقلبه وبوع السبعة ويحسب فوق الأربعة. خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عبر ثمانية، لا إنه أنا ما عبره فاستخدمت ثلاث أصابع. اثنين زائد ثلاثة يساوي خمسة، خمسة ناقص ثلاثة، ثلاثة بقلبي واحسب فوقها حتى أوصل لخمسة، أربعة خمسة، استخدمت أصابع اثنين. لدى مع محمود ثمان أقلام، وأعطى أخاه كم من ثلاثة أقلام، كم قلما باقي معه؟ هنا هو إنه هاي الأقلام مجموعها واحد، أول شي نشوف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، عد الأقلام مالته ثمانية، اشقد شطر من عدها؟ واحد اثنين ثلاثة، شطر من عدها ثلاثة، اشقد الباقي عنده بقى؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، الباقي عنده الباقي، تمام؟ أي عدد يدل على المجموع؟ هسه راح نجمعها ونحسبهن، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، نرجع نحسبهن، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، إذن هو العدد تسعة. إذن واجبنا راح يكون صفحة 104 105 والاختبار القبلي.